معنا خبر مشاهدينا الكرام، خبر يسعدنا جدا على أكثر من سياق. هذا الخبر بيتحدث عن جامعة عين شمس، واللي قامت بتكريم 3 باحثات من كلية الآثار ضمن الفائزات من الجامعة أو ضمن الفائزين من الجامعة بنشر فصل في كتاب دولي. ده بيأتي في إطار الاحتفالية اللي نظمها قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة لتكريم الحاصلين على مكافأة النشر الدولي. الباحثات الثلاثة هن نهى عبد العال سالم رئيس قسم الآثار اليونانية والرومانية، والدكتورة ميرفت جابر الباحث بمركز الدراسات البردية والنقوش بالكلية، والدكتورة سهام المصري الباحثة بمركز الدراسات البردية والنقوش بالكلية. خلينا نعرف المزيد من التفاصيل من خلال إحدى الباحثات. إذن بنتحدث مع حضراتكم عن دكتور نهى سالم اللي بيسعدنا إن هي بتنضم إلينا، رئيسة قسم الآثار اليوناني وإحدى الحاصلات على الجائزة. صباح الخير على حضرتك يا دكتور نهى. صباح النور يا فندم، اهلا بحضرتك. خلينا نبارك لحضرتك الاول ونهنيكي على هذه الجائزه القيمه، واحنا بنتحدث من خلال حضرتك لفت انتباهنا ان كل اللي حصلوا على هذه الجائزه هن باحثات، يعني عشان كده بنقول الخبر ده بيسعدنا على كذا. طبعا حضرتك عارف ان يعني النساء دايما عندهم قدر كبير من التحدي يعني والاصرار، بس طبعا زملائنا الباحثين برضو قاموا بدور كبير. بس نعم، المفارقه الحلوه ان كليه الاثار اللي ساهم السنة دي كان 3 باحثات. طيب البحث بتاع حضرتك اللي حصلت بيه على هذه الجائزة كان بيتحدث عن إيه؟ هو كان فصل في الكتاب، الكتاب ده عبارة عن نشر الوثائق بردية اللي كان آمن بالحفائر ديت، عمل الحفائر كان جامعة ميشيغان، والوثائق دي فضلت محفوظة في المتحف المصري لمدة أكتر من 100 سنة، وضمن فريق عمل مكون من عدد من الباحثين مش بس مصريين، مصريين وأجانب، أمريكان وألمان وإيطاليين. نعم، كلهم قاموا بالمشاركة في الكتاب دوت علشان نقوم بقراءة وتحقيق الوثائق البردية اللي كانت محفوظة علشان نقرأ اللي ورد فيها. جميل. طيب الجائزة دي أولا بتمثل لحضرتك إيه؟ دي نقطة مهمة جدا، لأن إحنا بنحاول دايما إن إحنا نسلط الضوء على الاهتمام بمثل هذه النماذج، وفكرة النشر في كتب دولية ومراجع دولية ده أمر مهم جدا حتى في ما يتعلق بترتيبات الجامعات على المستوى والتقييمات العالمية. زي ما حضرتك قلت كده، فكرة إن جامعتي تبقى ليها ترتيب عالي على مستوى الجامعات العالمية، وإن أبقى بفخر دايما وأنا بكتب اسمي واسمي مقرون باسم جامعة عين شمس، بحس دايما إن إحنا ممكن نكون يعني لبنة في هذا البناء. الحاجة الثانية إن لما الجامعة كمان تقدر إن فعلا في حد بيشتغله بجدية وبيحاول إن هو يعلي اسم جامعته واسم بلده، فدي برضو التقدير، لمسة التقدير المتبادل دي حاجة يعني نعتبرها حاجة جميلة جدا. احنا في لقاء سنوي تقريبا معالي رئيس الجامعه يستنى سنه جميله ان هو يتقابل مع العلماء اللي حاصلين على جوائز او محققين نشر دولي. نعم، كل سنه هو والساده النواب، وكمان بيشرفنا عميد الكليه بيكون داعم لينا. تبقى اللقاء نفسه لقاء فيه تقدير كبير ان احنا بالفعل حققنا حاجه واحنا ماشيين على الطريق السليم. حقيقي دكتور نهى. والاضافه كمان اللطيفه اللي عملتها الجامعه انها ما قصرتش ده على اعضاء التدريس بس اللي هم الستاف، لا قالت ولو العاملين الحاصلين على الدكتوراه وشاركوا بنشر دولي ديهم الحق ان هم يتكرموا، فدي اضافه فعلا تحترم. فانا الزميلات الحاصلات معايا هم حاصلات على الدكتوراه هم من العاملين بالجامعه، ولكن مراضي ليهم الحق ان هم يتم تكريمهم لان هم بيعملوا شغل علمي محترم. ده شيء عظيم جدا، لان احنا في الاخر بنتحدث عن البحث العلمي في مصر، وفكره ان البحوث دي يتم نشرها في الخارج في يعني حاجات بتحظى بالسمعه الدوليه عاليه جدا يا دكتور نهى. الحقيقه في الاخر بتاتي في مصلحتنا جميعا، ازاي ان احنا نرتقي بالعلم في مصر، نرتقي بمستوى الباحثين، نرتقي ايضا لان الباحثين دول هم اللي بيدرسوا، حتى لو احنا بنتحدث عن ان هم في الجامعات هم اللي بيدرسوا للطلبه المختلفين، وبالتالي كلما ارتقينا بمستوى الباحثين كلما ارتقينا ايضا بمستوى الخريجين. تمام، وفي نفس الوقت كمان حتى لو ما كانوش بيقوموا بالتدريس فهي نماذج بتخلي دول يحتذى بيهم. احنا وصلنا لحاجه الكل بيبقى عايز هو كمان يحقق نفس النجاح دوت، فبتحس ان احنا كلنا بنكمل في نفس المنظومه وكلنا بنشتغل في يعني في منظومه يعني متكامله. نعم، يعني بنشكر حضرتك جزيل الشكر، ويعني قبل ما يعني ننهي هذا اللقاء الثري جدا بالمعلومات خلينا نهني حضرتك مره ثانيه ونبارك لك حضرتك وكل من حصلنا على هذه الجائزه. الدكتوره نهى سالم رئيس قسم الآثار اليوناني واحدى الحاصلات على الجائزه من جامعه عين شمس، الف شكر لحضرتك.